يحرم عليك، انتبه المسألة ما هي كذا جاية، يحرم عليك شرعا أن تتلقى العلم ممن لا تعلم حاله وممن ليس مزكا ومقبول القول، يحرم عليك، لأنه هذا العلم دين، فأنت تتعبد الله بهذا الدين. هل تتعبد الله بدين من رجل سوء ولا من رجل حق؟ من رجل حق. أما بعض السلفيين لا، أبدا أبدا، يجيهم واحد يتصدر يلتفوا حوله، يدرسهم تفسير، يدرسهم أحاديث أحكام، يدرسهم كذا علوم آلة، لغة عربية، نحو، أصول فقه، يلتفون حوله، ثم بعد ذلك يلتفون حوله وهم لا يدرون حاله، ثم بعد ذلك يؤصل فيهم الأصول الباطلة ويؤصل فيهم أصول ضد السلفية، ويأتي على الأصول السلفية ويميعها أو يجعلها بمفهوم خاطئ فيضرب الشباب. لا والله أنا ما أجلس إليه حتى أعلم من هو وأسأل عنه، والله لأن تجلس في بيتك بما تعلمه من صلاة وزكاة وصيام خير لك من أن تجلس عند رجل يضلك، لأنك إن ضللت لا تدري أما أصحاب الجنة أما أصحاب النار. قيل الإمام أحمد الرجل من أهل السنة وهو من أهل السنة يموت عنده معاصي، هل هو من أهل هل حفرته يعني هل هو رجل سوء أو حفرته حفرة نار؟ قال اسكت، فإن الرجل إن مات على السنة فقبره روضة من رياض الجنة. قيل له الرجل من أهل البدعة مجتهد وعابد، يعني هل له مكان؟ قال اسكت، فإن الرجل من أهل البدعة حفرته حفرة من حفر النيران. هلاك هلاك. ولذلك ينبغي أن تعلم إن كنت سلفيا أن لا تجلس لمن تصدر حتى تعلم حاله. كيف أعلم حاله؟ بتزكية العلماء، بالسؤال عنه، يا أخي روح له قل له من أنت، من درس، من مشايخك، إذا ما عرفت توصل له قال لك والله أنا درست عند الشيخ مثلا الشيخ السحيمي، الشيخ الحيدان، الشيخ ربيع، اتصل، لأنه بعضهم قد يحضر عند الشيخ ربيع أو عند الشيخ السحيمي أو عند الشيخ الفلاني وحزبي وحزبي، اسأل، أو قد يكون سلفي ثم تغير، اسأل، لا تجلس مباشرة، يا أخي أحضر أشرطة الشيخ بن عثيمين، الشيخ النجمي، الشيخ بن باز رحمة الله عليهم، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، واسمع، ما هو لازم إلا تحضر عند هذا المجهول. فهذا منهج ومسلك من مسالك السلف إن كنت سلفياً.